السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بيس تريد. أنا المهندس أحمد، وبهذا الفيديو راح نتكلم عن البيز واليت. طبعا أول شيء نروح للبلاي ستور، جوجل بلاي ستور، نكتب هنا بيس كوين واليت. فمن تفتح الواليت، طبعا يفتح لنا هذا الصفحة. أنا مع الأسف ما قدرت أشير السكرين مال الموبايل لان السكيورتي مال البيز والله طبعا عالية، لا تقدر تسوي سكرين ريكوردينج تسجل الشاشة مثلا، ولا تقدر تسوي له سكرين شوت للشاشة، فاضطريت اخذ صور للخطوات. فاول خطوة من نفتح الابليكيشن يجينا هذا الصفحة. هذا طبعا تسوي كليك على create new wallet، راح ياخذنا على خطوات لتنصيب الوالت. بس اذا عندك سابقا والت تقدر تسوي له امبورت، الامبورت اكزيستنج والت، بهاي الطريقه تقدر ترجع والت منصب سابقا. مثلا عندك الكلمات راح نشوفها بالخطوات التاليه ان شاء الله، بس احنا هسه بهاي الخطوه راح نختار الكرييت نيو والت مكتوب بالصفرة. فهنا طبعا يقول لك باك اب يور والت، راح ينطيك 12 كلمه، 12 كلمه لازم تحفظها بمكان، تكتبها بغير مكان مثلا وبالتسلسل همينة. وهذا الكلمات طبعا راح ينطيك اياها، مفروض تحفظها بمكان امن وما تنطي لاي احد، لانه بس انت مسؤول عن هذا الولد. التشيك بوكس هذا نضربه وياخذنا للخطوة التالية. طبعا تختار لك بين كود، الك بين كود خاص، اذا تنسى البين كود همينة ما راح تقدر ترجع الولد مالتك، لان الولد لا مركزية، ما حد مسؤول عن الولد هذا غيرك انت. فتختار البين كود وياخذنا على الخطوه التاليه. هسه هنا داخل المربع الاسود ينطيك 12 كلمه، 12 كلمه هذا تكتبها، تسوي لها كوبي وبيست بمكان امن، او تكتبها على ورقه، تكتبها مثل ما مكتوبات بالضبط وبالتسلسل، لانه من يسالك عن الكلمات تريد ترجع الوالت مالتك مثلا يسالك بنفس التسلسل اللي انطاك اياه. طبعا ورا هذه الخطوه راح تضرب التشيك بوكس هذا همينه، اي هاف سيفلي ريستورد، هذا معناته انك حافظ الكلمات. هسه يسالك عن نفس الكلمات اللي انطاك اياها هسه، وتختار الكلمات واحد واحد بالتسلسل. فمن اختاريته تسوي دان. هسه هنا طبعا اكتملت تقريبا، بس اكو فد شغلات طبعا لازم تعرفها وتفتهمها. اول فقرة يقول لك بس انت مسؤول عن الوالت مالتك، وهمين يقول لك انت المسؤول الوحيد عن الوالت هذا وعن امان الوالت، وهمين يذكرك ما لازم تنطي الكلمات للامان لاي احد، وهمين يقول لك اذا ضاع تليفونك مثلا او مسحت البرنامج تقدر ترجع الوالت مالتك بالكلمات اللي انطاك اياها. واخر شيء همين يذكرك يقول لك بدون الكلمات ما راح تقدر ترجع الوالت مالتك نهائيا. واخر خطوه طبعا يقول لك انه قريت الشروط، طبعا هذا كل تشيك بوكسات كلها تضربها وتسوي له كونفيرم وفينيش. هسه طبعا الوالت انفتح يمنا، وتقدر تسوي كليك على اد نيو والت فيعطيك هذا الصفحه. بهذا الصفحه راح نشوف العملات اللي نقدر نفتح لها والت داخل الوالت مالتنا، اللي هي اول شيء طبعا البيس كوين، وعندنا البيتكوين والإيثريوم. فاللي راح تحتاجه هو البيتكوين وإيثريوم، بعدين أقول لكم ليش الإيثريوم همينة. بس إذا تحب مثلاً غير عملات همينة تفتح لك والت داخل ممكن يعني عادي. والعملة اللي تريد تسوي لها والت هاي من إشارة الأون وأوف تسوي لها أون، تختار بهاي الطريقة. فعلى الأقل البيتكوين والإيثريوم تسوي لها أون. طبعا ورا هذا الخطوه راح يجينا هذا الصفحه، هذا الصفحه الرئيسيه مال الوالت مالتك. هسه بهاي السكرين نشوف ان عندنا والت واحد فقط وهي البيتكوين. بالنسبه للايثريوم قلت ليش يحتاج تفتحها همينه، ورا ما تنقل اي عملات الكترونيه بيتكوين وتريد دزه مثلا غير والت من هذا الوالت مالتك، راح يبين يمنا شلون بعدين. راح يحتاج نسبه قليله جدا من ايثريوم، يعني العمولة ندفعها بالايثريوم. طبعا هو سنتات الدولار، بس ياخذها منك بالايثريوم. يعني المفروض يكون عندك فد 5 دولارات مثلا بالايثريوم، فحتى تقدر تدفع العمولة.
خمسة هواية طبعا، دولارين حتى يكفي أو دولار واحد همينها يكفي. بس بهاي الفقرة احنا راح نشوف البيسكوين. طبعا من تسوي كليك على البيسكوين وولت تضغط عليه يفتح لك هاي الصفحة، طبعا نفس الصفحة بس تشوف طبعا عندك جوا اس السيند والريسيف. اذا تريد ترسل بيسكوين تضغط على السيند وراح يسألك عن الـ عن الادرس. بس اذا تريد يجيك بيسكوين على هذا الولد تضغط على الريسيف راح ينطيك الادرس مالتك، الادرس مال البيسكوين مال الولد مالتك. فالادرس نشوف مكتوب هنا 0 اكس دي والى اخره. وملاحظة طبعا البيسكوين تشتغل على البلوك تشين مال ايثريوم، كل العملات اللي تشتغل على ايثريوم طبعا تبدي بصفر اكس، بصفر اكس هذا معناته بلوك تشين مال ايثريوم. فهذا تسوي له كوبي او تضغط عليه مره راح يسويها اوتوماتيكيا كوبي، او اذا تحب مثلا تقراها من الكيو ار كود موجود همينه. فورا هذا الخطوه طبعا هذا الادرس تسوي له كوبي وتنطي لاي احد مثلا يريد يرسل لك بيسكوين او تضيفه مثلا على الاكونت مال بيسكوين مالتك، ضيفه هناك حتى من تسوي ويدرو بالبيسكوين يجيك على الوالت مالتك. وشكرا جزيلا لكم ومع السلامه.